السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ علي البيضاني، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، بشرونا عنكم وعن صحتكم سماحة الشيخ. تحت رحمة الباري، الله يوفقكم إن شاء الله. أنا موالي من مصر وأحببنا أن نسمع صوتكم ونسلم عليكم. حبيبي على راسي، حياك شرفتني الله حياك الله. والله كان عندنا استفسار إن كان وقتكم يسمح. حبيبي، خادم لكم. حياك الله شيخ علي. ما هي مهام الأئمة تجاه الأمة؟ مهام هو إرشاد الناس إلى الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. أين أرشدنا الإمام الثاني عشر إلى الطريق للوصول إلى الله؟ الإمام الاثني عشر حاليا أنه مغير، إذن ولكنه كالشمس إذا حجبته الغيوم، لكن يبقى أنه شنو؟ الله، أنه علم. هو كالشمس، لو بس الشمس يا شيخ الغيوم بتمشي وهي بترجع، بنشوفها على طول كل يوم، لكن المهدي بقى لنا 1200 سنة. شوف بقى السنة فيها 365 يوم ما شفناهوش. يبقى أنت قلت لي إن مهام الأئمة إرشاد الناس، لكن الإمام المهدي معطل الآن، بقى له 1200 سنة لم يرشد الناس، صح؟ لا، من يقول معطل؟ من يقول معطل؟ ما هو معطل شيخ، من يقول وتركنا معطل؟ للأئمة هم اللي تركنا للمراجع، نرجع للرسالة العملية للمرجع. زين، هسه خوب أنا وياك. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، احنا من خلالنا انه مراجع دين. هذا المرجع الديني من منين استند العلوم مالته؟ أوليس المرشد إلى الإمام صاحب العصر والزمان؟ أليس له اليد الطولى للمراجع؟ جميل شيخنا، يبقى هو اللي أرشد المراجع هو الإمام سلام الله عليه. طيب يا شيخ، احنا عندنا المراجع الآن اللي هم اللي أرشدهم الإمام، اللي هم طالعين بأمر الإمام، هو بيكفروا بعض وبيلعنوا بعض. المدرسة الشيرازية بتلعن مدرسة ولاية الفقيه، واللي هي المدرسة العرفانية، يعني الشيرازية بيلعنوا أصحاب بدعة ولاية الفقيه. المدرسة التفكيكية اللي منها السيستاني بيلعنها الصرخي، يعني الشيرازية والصرخي والصدرية دلوقتي بيطعن فيهم من قبل أحمد بن حسن اليماني. يبقى الإمام حابب إن احنا نلعن بعض ونسب بعض كده؟ اسمع هسه اخوان لك، هذا مالي، تسمح لي؟ تفضل حبيبي، الله يحفظك. بالنسبه هسه للصرخي، انت رددت اسم الصرخي. الصرخي لا 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 لا، الصرخي كافر وزندك وابن لذينة، وبص وفي كل الصفات السيئه، الصرخي وحش. انت ايه رايك، المدرسه الشيرازيه هي بتكفر المدرسه الاصوليه، المدرسه العرفانيه، مدرسه ولايه الفقيه؟ خليني اخدمك، تعطيني وقت شويه؟ اتفضل، بس بعيد عن الصرخي علشان ما نعنصرش الموضوع. احسنت. او بالنسبه للصرخ، احنا منتهين من عنده بانه ليس بمرجع دين، وليس بمجتهد، وليس اصلا طالب بالحوزه. نعم، مجرد حضر درس يا مسي. لا 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 لا، على فكره اثنى عليه، بيسمى بسيد المحققين، وفي ثناء من الشهيد الصدر عليه، بس انا مش عايز لا تحسبني من اتباعه. لا 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 لا، ماكو 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 ماكو. اذا ابو زيد اصلحوا المشاكل دي مع بعض بقى. هو مرجع ومعمم دلوقتي في العراق وليه اتباع، كان بيصلحوا بقى. روح قول لاصحابه ماكو ماكو. انا دلوقتي، طب دلوقتي سيد السيستاني من المدرسه التفكيكيه، وعندنا خامنئي من المدرسه العرفانيه، مدرسه ولايه الفقيه، والشيرازيه من مدرسه شورى الفقهاء، كل دول اصوليه بيكفروا بعض بخلاف الاخباريه اللي بتكفركم وبتلعن الاصوليه. اتفضل. اسمح لي، هسه احنا مو قلنا احنا الاخباريه والاصوليه، هسه هذا جانب، انقسموا علمانا الى قسمين، اخباري واصولي. كل مرجع من المراجع الى طريقه والى انه استدلاله يجي عن شنو؟ عن قول المعصوم وفعله وتقريره، وعن رجاله، لان كل مرجع الى رجال معينين خاصين انه يقتبس من عندهم الحكم الشرعي. فاهم شلون؟ طب ازاي يا شيخ؟ المدرسه الشيراز، اسمح تفضل. اسمع يا حبيبي، الله يحفظكم وانا خادم لك. حياك. بالنسبه للمدرسه الشيرازيه تختلف عن المدرسه محمد الصدر، او المدرسه الصدريه حسب ما نعمر عنها. محمد الصدر، السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليهم، ال الصدر. المدرسه السيستانيه تختلف عن المدرسه الصدريه. هذه نعبر عنها بالاجتهادات، انه كل مجتهد يجد له طريق فيسلكه. طيب يا شيخ، انا سمعتك، فهمت منك دلوقتي ان كل ده اجتهادات. وين الامام يا شيخ الشيرازيه اللي انت قلت لي عليهم دول اصحاب مدرسه شورى الفقهاء بيكفروا اصحاب مدرسه ولايه الفقيه؟ انت ترى ان الفقيه، الولي الفقيه، له الصلاحيه المطلقه، الولايه المطلقه؟ لا 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 لا. ايوه جميل. لا 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 لا، انت ليه؟ لان الخميني سرق صلاحيات الامام المعصوم، لذلك قال ان الامام ممكن يغيب مئات السنين، ممكن، فاخذ جميع صلاحيات الامام المعصوم، فاصحاب شورى الفقهاء كفروه يا سماحه الشيخ. فما تقوليش ان دول بيرجعوا للامام، يبقى لا الامام لا اراد ماكو ان يكفر الشيعه بعضهم البعض. لا لا لا، ماكو تكفير، ماكو تكفير. لا لا لا، اسمعك الان مجتبى الشيرازي، بس هتقول لي مش شيعي. انا كل ما اجيب لك اسم اسمعك مجتبى الشيرازي. احنا بنقول نكفر، احنا المدارس الاخرى ما نكفرها، مو نكفر انه ابناء المدرسه الواحده مثلا. لا لا لا، انتم بتكفروا ابناء العامه يا شيخ. لا 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 لا، ما نكفر يا شيخ. لا لا لا. انت طالب حوزه يا شيخ؟ اسمعني، انت طالب حوزه الاول؟ احسنتم. انت طالب حوزه؟ نعم
نعم. في 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 مرحلة ايش؟ فضل من الله سبحانه وتعالى، حاليا سطوح. في السطوح، انا في البحث الخارجي يا شيخ. بص انا في ايدك. اسمعني بس يا شيخ، انا في ايدك ده دلوقتي مختصر مقدمة تفسير البرهان المسمى بمرآة الانوار ومشكاة الاسرار، تأليف العالم الجليل ابي الحسن ابي محمد ظاهر العاملي النباطي الفطوني من اعلام القرن الثاني عشر البحراني. فبيقول لك يا شيخ في صفحة 30، اتفقت الامامية، اتفقت يعني اجماع يا شيخ، وانت في مرحلة السطوح مش سطوح بيتكم، اتفقت الامامية على ان من انكر امامة احد الائمة وجحد ما اوجبه الله تعالى له من فرض اطاعته فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وانا اقول لك يا شيخ حتى اظهر لك، انا وان كنت في مرحله البحث الخارج، لكن انا اكفر بعقيده الامامه، واقول ان عقيده الامامه عقيده ضاله منحرفه مخالفه لكتاب الله تبارك وتعالى. اتفاق علماء الشيعه المفروض اكون كافر. بالنسبه لك حكم انا ايه؟ حكمي ايه؟ اسمعني، هاي وجهه نظرك انت، هاي وجهه نظرك، ما تعمم وجهه نظرك انت حسب ما تقول، انه اذا انت طالب واذا درست او اذا اخذت ملخص من الدين ومن الاماميه. هذا حكمي ايش يا شيخ؟ انا حكمي ايش؟ حكمي ايش؟ ايه زين، هسه انت خوب، هسه انت حكمك انه طلعت من مساله يزيد سلام الله تعالى عليه، يعني مسلم ما تقول مسلم ممكن يعني يزيد مسلم. احنا كلمه المسلمين من شهد لا اله الا الله محمد رسول الله هذا مسلم. هذا شوف، مو من مدرسه اهل يزيد سلام الله عليهم من يكفر حتى ابناء العامة، احنا ما نكفرهم، ما نقول يزيد مسلم يا شيخ. ومن قال ها يزيد مسلم؟ لا لا مو مسلم. اوه يا ليه يا سمحت الشيخ، ما انت لسه قايل من شويه من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لا نكفره، احنا لا نكفر ابدا. طب ما هو يزيد اهوت يا شيخ، يزيد ابن معاويه كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ليش كفرتوه يا حبيبي شيخ؟ حبيبي الله يحفظك، هو نقاش لو انه تريد انه بس انه كثرة الكلام وفقط. شكرا يا شيخ. يزيد بقى مسلم؟ لا يزيد منين مسلم؟ شنو الاسلام له؟ يا شيخ ما هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو الاسلام؟ الله سبحان الله كثيرا ما لقلق بها لسانه. الله اكبر، كثير بيقول لا اله الا محمد رسول الله بس مش مسلم، كثير بيقولها بلسانه. ومع من شويه لسه من دقيقه سماحه المعمم علي بيقول لي لا ليس اللي يكفر بالامامه لا مسلم، حتى لا نكفر من قال لا اله الا محمد رسول الله ابدا، احنا لا نكفر، احنا مسلمين طيبين جدا. ويقول لك كثير بيقول لا اله الا محمد رسول الله بس مش مسلم. عرفت يا سماحه الشيخ يعني ليها نواقد؟ اصل لا اله الا محمد رسول الله ديت ليها نواقد، زي ما واحد مثلا متوضئ وينقض وضوءه باخراج شيء من السبيلين، فده نقض وضوء فبيتودى تاني، فلا اله الا الله محمد رسول الله ليها نواقض. اسمعني لا مستحيل انا انه لو اقول انه بانه يزيد مسلم لو انه ما اكفر. طب معاويه مسلم؟ زين معاويه مجرد نطق الشهاده بس عدو من اعداء محمد وال محمد لو واحد من اعداء. اتق الله يا شيخ، انا ابني اسمه لا معاويه والله، يعني ما اسمعني ابني اسمه معاويه. ابنك معاويه ما معاويه ما عندنا مشكله، هسه الاسماء انه ما شئت فسمي. طب يا شيخ الامام الحسن لما تنازل لمعاويه كان باجتهاد منه ولا بامر من الله؟ هو الامام شوف ناطق عن الله سبحانه وتعالى. ايش؟ الامام ناطق عن امر الله سبحانه وتعالى. يعني الامام تنازل لمعاويه بوحي من الله؟ لا مو وحي، احنا ما نقول انه يوحى اليه بامر من الله. لا بيوحى في كتاب الكفى بس مش هطلع لك ادله دلوقتي مش فاضي. لا احنا مو كل كتاب نقرا انه موثق عندنا. والله دي مصيبه يا شيخ، عندكم 12 امام وعندكم مراجع كثيره، كل واحد بقى ليه مرجع في البيت دلوقتي، و12 امام وامام موجود بقى له 1200 سنه ومش عارفين تصححوا كتاب من 20 صفحه كده تتعبدوا فيه، يبقى عندكم كتاب صحيح. والله مصيبه يا شيخ ان مش كل ما ليس كل كتاب عندنا صحيح. والله مصيبه يا شيخ، ده دي منقصه مش منقبه. لا اقول لك هسه انت اقرا كتب الاحاديث احنا نرويها، اقراها انه في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. ما انا عارف انتوا ما عندكمش احاديث صحيحه، ما دي مصيبه يا شيخ. انتوا عارفين انتوا خايفين تقولوا عندنا كتاب صحيح او تصححوا كتاب ليه؟ يقول لك الوهابي ابن العم دوت لو جه سال اي حاجه نقول لا زي ما الشيخ بيقول لا كتير ورا بعض كده، لا احنا ما عندناش كتاب صحيح، لا احنا ما عندناش اي روايات صحيح. يا عم صلحوا لكم 20 صفحه، صححوا 20 صفحه ولا حاجه تعبدوا بيها لعوام الشيعه المساكين حتى في احكام الصلاه ولا الصيام ولا شيء من ذلك. تاريخنا نظيف
وروايات عندنا وكتبنا الموثوقه اللي جاي نشتغل فيها. تاريخكم نزيفيه يا شيخ الجعفي. الامام بيقول برايته عند ابي قط وبيروي عن الامام 70,000 حديث. تاريخكم نظيف ايه يا شيخ؟ ده انتوا بتروي عن الخمرجيه. والله اجيب لك دلوقتي وابين لك من كتاب رجال الكشو ويقول لك وفلان كان خمارا ولكن يروي الحديث كما سمع. كان بيشرب خمر بس اول ما يجي يروي الحديث لا 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 يا جماعه بقى ابعدوا الخمر ده شويه كده عشان عندي حديثين كده عايز اديهم على السريع وبعدين رجع للخمر تاني. كان محترم. انا بس سمعت شيخ انا عايز اسالك دلوقتي انت بتقول ان الحسن تنازل لمعاوية بأمر من الله لأن إمام معصوم من قبل الله، يعني الله أراد خلافة معاوية رضي الله عنه صح؟ لا 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 مو أراد خلافة، لا 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 مو أراد، لا 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 نوبات من سالم، اسمعني من سالم معناته هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لو نتخذ طريق التقية والحفاظ على دماء المسلمين. اه طب للإمام علي ليه ما خدش التقية والحفاظ على دماء المسلمين؟ اه الإمام علي سلام الله عليه أخذ التقية ليش؟ لا 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 ما في حربه في صفين مع معاوية، ليه ما استخدمش التقية وتنازل؟ احسنت. انا شغل مو موقف الامام علي سلام الله تعالى عليه يختلف عن موقف الامام الحسن سلام الله تعالى عليه. ليش؟ انا اقول لك ليش؟ لانه الامام اصلا امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه خليفه مثبت عند المسلمين كلهم. وايوه والامام الحسن خليفه برضه وامام معصوم بقى. انت مش عارف تجيبها، انت قلت الحسن تنازل تقيه وحفاظ على دماء المسلمين، طب ما هو الامام علي في موقع الصفين مات قرابه 70,000 شخص على اختلاف في بعض الروايات، ليه الامام علي لم يتنازل ويحافظ على دماء المسلمين وتنازل للحسن؟ لا لا كل اسمعني، الامام علي سلام الله تعالى عليه كان موقعه كان القوه المسيطره كانما نقول انه رئيس جمهوريه، رئيس الدولة الإسلامية، رئيس الكرة الأرضية حسب تعبيرنا، مو هذا الدارج في الآونة هاي الحالية. نعم كان الإمام رئيس الجمهورية، الإمام علي كان رئيس الجمهورية. طيب سمعت الشيخ الإمام علي مش المفروض هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رضي بمن أتى ليبايعه على خليفة رابع، يعني أنت بتقر الآن الإمام علي كان خليفة رابع وهو أقر بذلك؟ لا لا هو علي بن أبي طالب الأول مو الرابع. ما هو الأول زي ما هو أنت بتقول دلوقتي بقى رئيس الجمهورية هو أصبح خليفة رابع رئيس الجمهورية. إيه مو وقته يا أخي إحنا ليش أنه ما أفرز أنه ما أخذ حقه بالبداية؟ وهي اكو هواي امور سلاسل كان بيستخدم التقية هذا المر بها انه اراد انه وقت طويل. شيخ هو عمر مسلم؟ ها؟ عمر مسلم؟ اي عمر مسلم. الله اسال الله ان يحشرك مع عمر بن الخطاب، قول امين يا شيخ بقى. لا 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 لا, لا, لا ايه يا شيخ؟ لا 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 ايه بس انت زهقتنا من لا 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 اللي بتقولها كتير دي، مش انت لسه قايل مسلم يا شيخ؟ لا 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 ايه بقى؟ وانا بديك حقنه يا شيخ. قول انت دلوقتي قلت عمر مسلم وقلت ان المسلم ان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، والمسلم ان شاء الله المسلمين حتى وان قد وقع من بعضهم معاصي لكنهم لا يخلدون في النار، فايه يعني؟ خلاص يا عم بلاش عمر، اسال ان يحشرك مع عثمان بن عفان. لا اسال الله لا 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 برضه يعني انت غريب يا شيخ علي، برضه لا تريد ان تحشر مع عثمان بن عفان، امال تريد ان تحشر مع ال البيت، طيب اسال الله ان يحشرك مع عقيل بن ابي طالب من ال البيت. سلام الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى على فكره عقيل بن ابي طالب بيكفروا الشيرازيه بيطعنوا فيه وبيقولوا انه خذل الامام علي. لا 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 جميله لا لا دي حلوه يا اخي الا لا لا جميل الا في فبي والله العظيم بيطعنوا في عقيل ابن ابي طالب. ما لي شغله باليطعن اني لا في روايات بذلك اجيبها لك يا شيخ. ما ريته انا قارئ روايات وقارئ صحيح من عندها وقارئ المثبت عندي من عندها فما احتاجها اني انا. طيب ما الذي يؤخذ على عقيل ابن ابي طالب؟ زين مش عقيل انضم لمعاويه يا شيخ؟ تمام ما معاويه راح الى مجلس معاويه طال الاكل عنده معاويه اجسم ولكن عند علي يعني احنا ما نكر هاي القضيه. لا بس عقيل بن ابي طالب ترك اخوه علي وانضم في صفين لمعاويه وذهب الى معاويه. لا 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 ما مو قضيه انضمام يا شيخ. هطلعها لك دلوقتي حالا من بحر الانوار، هطلعها لك من بحر الانوار حالا. بس اسمعني حبيب، انا هسه انا كشخص من ادخل الى مقر السلفيه وغير السلفيه اقول انا سلفي مثلا او انا انضميت للسلفيه؟ لو انا يعني محترم عقيدتي وواثق بعقيدتي وما لي شغله بعقيده غيري مو؟ طيب انا لو اثبت لك الان ان هو راح انضم لمعاويه. لا لا ما انضموا معسكر معاويه. لا طب لو بينت لك ان هو فارق علي بن ابي طالب بقول بقول علماء الاماميه الاثني عشريه. ما 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 لي شغله بيهم. طيب عبيد الله بن العباس ايه جاء اللي كان قائد جيش من الحسن ترك الحسن والتحق مع معاويه برضه من قلبي
ايه التحقوا هسه احنا الكيانات موجوده قوم حتى طب يا شيخ بلاش ده، انت بتدعي ان ربنا يحشرك مع اهل البيت، اسال الله ان يحشرك مع محمد بن الحنفيه. ماكو مشكله يا محمد بن الحنفيه، بس طلب بالامامه لنفسي يا شيخ. ماكو يا اخي سبحان الله، هسه وخلي طلب الامامه يعني ايه؟ خلي طلب الامامه، انت رفضت انك تحشر مع عمر بن الخطاب ودلوقتي عايز تحشر مع محمد بن الحنفيه اللي طلب عندكم بالامامه لنفسي، ومن طلب بالامامه وليس بامام فهو ابن زنا عندكم يا سماحه الشيخ. لا 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 ما تريد. لا 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 انت لا تصفط هذا الكلام عندنا وعندنا وتشرح لنا عندنا، احنا اعلم بما عندنا. لا يا شيخ انا اعلم بما عندكم. طب ابن عباس ايش رايك في ابن عباس؟ لا 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 ايه رايك في ابن عباس؟ ابن عباس عليه بعض الغبار. أي اسال الله يحشرك مع ابن عباس. لا اقول لك عليه بعض الغبار. عليه يا شيخ بقى، ما من قال البيت عليه بعض الغبار ينفضه يعني، لو رضي الله عن ابن عباس وحصل. اللهم احشرني مع عبد الله بن عباس، اللهم انا اسالك بنور وجهك ان تحشرني مع عبد الله بن عباس، يعني عليه شويه غبار نفضه واحشر معايا يا شيخ. عيب يا شيخ عليه بعض الغبار ايه يا شيخ؟ بس مش ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الغبار اللي على ابن عباس؟ اسمعني يا اخي اسمعني. طب. هسه انا من تاكل انت هسه افتح لك بطيخه، ايش تاكل اللبله والقشره؟ تفتح لي ايش؟ البطيخه من تفتحها ايش تاكل اللبله والقشره مالتها؟ القشر. القشر تاكل انت، انا لا اكل اللبله. هذا الفرق بيني وبينك. شوف انا يا شيخ بالله عليك انا مالي وبال البطيخ يا شيخ. بس على فكره على فكره في بطيخ نصيبي، والامام عندنا روايه في بحار الانوار، الامام ما جاب بطيخه وفتحها تريرب، وبعد ما فتحها وكلا لقى فيها مزازه كده، وقال ان الله عرض ولايتنا على اهل السماوات وعلى اهل الارض وعرض على النباتات، فما كان حلو طيب فهذا من ممن قبل الولايه، وما كان فيه من ذلك فدوت ممن رفض ولايه الائمه سلام الله عليه. هسه احنا جبناها مثلا، قلت لك اكل اللبله. لا بس تعرف الروايه دي يا شيخ؟ طب بالله عليك يا شيخ، انا قبل ما اشتري البطيخه خايف اشتريها الراجل مش هيرضى يفتحها لي، فخايف اشتريها وتطلع نصيبيه، فانا اعرف منين ان هي موليه لآل البيت؟ مفيش علامه معينه كده، في حاجه في الديل بتاعها مثلا، ولا بقلبها كده او ادورها على الارض مثلا، او بيبقى مكتوب فيها حاجه من قدام، او اعرف منين ان هي موليه لآل البيت؟ اخاف اشتريها نصيبيه تؤثر على معاويه ولدي وهو بياكلها. شيخ علي هاي تفضل حبيبي وياك، بس شويه لان مشغول يمي ناس وكذا انت كامل. الله يهديك شيخ علي، انت الان كنت في بث مباشر على قناه رامي عيسى، والبث يستمع اليه المئات والله، ونحن سعداء بهذه المكالمه، ونسال ان يشرح صدرك للحق. حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله، نسال الله الهدايه للجميع. امين، وننتظر منكم مشاركه اخرى باذن الله. حبيبي حياكم الله. بالله ما تعمل لي حظر بس يا شيخ علي، شكرا لي. لا 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 ما اعمل حظر. لا 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 جميل شيخ علي، شكرا لك شيخ علي. حبيبي الله يحفظكم بارك الله فيكم، الله معاكم. الله يهدي الله، اللهم إني أسألك أن تهدي المعمم هذا سماحة الشيخ المحترم علي، اللهم اهدي الشيخ علي. كان فتح الخط ولازم ندعي له يعني علشان حتى لا يغلق قلبه. اسمه الشيخ علي البيضاني، نسأل الله أن يهدي الشيخ علي البيضاني وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد يا رب، اللهم اهديه وأخذ بيده إلى نور التوحيد. هو صدري من المدرسة الصدرية اللي بيكفرهم من المدرسة الشيرازية برضو، الشيرازية نسلنا عليهم سلخ الإجابة. لا 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 لا، بس سبحان الله نحن نشرف إن احنا نحشر مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بينهم وأصحاب محمد. يا سماحة المعمم علي البيضاني، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الآية في سورة الحجرات، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم تعبتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الصحابة اللي أنت مش عايز تحشر معهم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأثنى على عقولهم فقال أولئك هم الراشدون. فاللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي وآل بيته، اللهم آمين. كان معكم عم الشيعي علي البيضاني.